من أربيل من كردستان الحبيبة جايين ويا أرارات في السياحة. احنا حاليا ببحيرة سيفان. وشلون الوضع؟ الوضع جيد، الجو مرتاح، مرتاحين الحمد لله. بس الجايز مالكم بس البردان جايز لابس جاكيت، هو يعني الوضع جيد. هسه راح احنا نقود السفينة شوية. يلا نقود السفينة. العم السوفي ويانا راسلة السفيان. تحدثوا اليكم من كل مكان. يبقى يتراجع فرانس. أفران الأعزاء، اليوم احنا مع وجبة جديدة من جروب قادم من كردستان العراق من محافظة أربيل. بدأنا جولتنا من يريفان وتوجهنا إلى صاخكازور، تلفريكات صاخكازور. بعد صاخكازور توجهنا إلى دير القرون الوسطى في أغارتسين. أكملنا الزيارة في أغارتسين وتوجهنا إلى مطعم على ضفاف بحيرة سيفان وتناولنا وجبة الغداء، والآن ها نحن في بحيرة سيفان اللؤلؤ الزرقاء. تقبلوا تحيات أرارات السياحة. هذا عمي السوري يسلم عليك الدلال. قال هذا الشعر، الشعر شاعر، شاعر التور حما سوري، شاعر التور. كله قرارات للسياحة من بحيرة سيفان. بحيرة سيفان درجة الحرارة 18 درجة. شوفوا الجو. أكملنا زيارتنا وادي، في وادي صاخكازور، منتجع صاخكازور، وتوجهنا إلى أغارتسين، والآن نحن في بحيرة سيفان. جربوا قسم من التور السمك الأديري. شو صدق شلون كان السمك؟ كلش حلو. بيش الكيلو كان؟ حسبوا لك اياه؟ هي كلها صارت 26,000. لا كيلو سمك الإشخان، احنا تكلمنا عن أصغانا. تصور 20. 20,000 كيلو. والباقي 5,000 لو 22,000. زلاطات ما زلاطات. بالعافية، ألف عافية. 20,000 يعني إيش قد؟ حوالي 40 دولار. 40 دولار. 40,000 عافية. قبل شوية احنا كنا نقود اليخت. نعم. ما ممكن نقود لكن شوية. ممكن. يب. لكن السواح خافوا وقال لا تغرقنا. لا. تحب تقود السفينة؟ قوم تعال. يلا تعال. يعني فد ثواني. اي يلا تعال تفضل. ها عمي السوري. انكم بدي كشف. ايه. وتوجه تحياتك لام دلال. ام دلال. طبعا احد اخواننا هو ابو دلال، الجروب اللي وصل جهوده، فاليوم حب قال لازم اني اقود السفينه. اترخصنا من الاخوان. يا الله ما دير بالك قدامك طس ابو دلال لا توقعنا بيها. جو لطيف جدا بصراحة، جو بارد.
يعني 18-19 درجة. شوفوا الغيوم، قبل شوية نزل شوية مطر. ها بابا شلونكم متونسين عمو؟ كابتن السوفي، السوفي الكابتن السوفي هو قائد السفينة لفترة وجيزة. صدقت على الهواء مباشرة. بعدين ذنبوا راح تنسى، ذنبوا راح تنسى يروح. اخوان مراسلكم اليكم من كل مكان. ايوه سفيان الان متنقل ويكتب على الجدران.